بعد التيفون اخيرا بينزل في شاشه السينما ويا رب الناس كلها تتفرج عليه. وبقول للناس بجد لازم تتفرجوا على الفيلم ده. فيلم هادف، فيلم ليه معنى، فيلم بيعبر عن احساس الشباب في فتره 2011 اول احداث الثوره. الشباب عملوا ايه، نزلوا ازاي، بتفكيرهم كان عامل ازاي. حازم متولي كتب كتاب حلو قوي قوي، وهو اللي مخرج الفيلم. وجهنا صح جدا، وجهنا لان هو كان جوه اوريدي جوه احداث الثوره، فهو اللي ادانا برضو الاحساس دوت. فاتمنى يا رب يكون الفيلم عجبكم. زي ما انت شايف ان الفيلم لو كان نزل قبل كده كان ممكن يفرق معايا، بس الفيلم بقى نزل ثلاث ساعات دلوقتي. والله بص، هو كل شيء نصيب يعني، والحمد لله نصيبه نزل اهو دلوقتي. يا رب يفرق معانا ان شاء الله. هنعرف دورك بقى في الفيلم. دوري شابة من الشباب اللي نزلوا في التحرير، بس هي عندها ميول فنية، بتحب الغنى، بتغني، بتعبر عن اللي جواها مش بشكل سياسي وبالكلام بس، لا من خلال غناها، من خلال عزفها على العود. يعني في الجانب ده وفي الجانب ده، شقية من حارة شعبية، فده حلو، ده جديد عليا كمان. شايف ان الفيلم قائم على البطولة الجماعية، شيء يعني ما بيعتمدش على النجم. شايف ان ده يعني مفيش نجم سيزا منذ، شايف ان ده ممكن يبقى طبيعي على الافلام الشبابية اللي بتعتمد. انا شايفة ان كل افلام الفترة ديت كلها شبابية، يعني ما لهاش علاقة بعودة الفيلم البطل الواحد او احتكار البطل الاوحد، لا ما لهاش علاقة، كلهم افلام شبابية. الفكرة بس ان الناس تنزل تتفرج. الجديد بقى عندنا ان شاء الله مسلسل جبل الحلال مع استاذ محمود عبد العزيز. دور لا مش هقدر اقول لك اي تفاصيل خالص. الفيلم ده خلصان من 2011، ليه تم تاجيله طول الفتره دي؟ هو نزل مهرجانات كتير وده كان كويس جدا، وبيديله كمان بوش لقدام ان الفيلم مهم ولازم الناس تتفرج عليه، مش بس ان هو يدخل في مهرجانات وياخد جوائز. 2013 زعلتك في ايه وتتمني ايه في 2014؟ الحمد لله 2013 يعني ما زعلتناش، بالعكس هي فرحتنا في احداث مهمه جدا. اتمنى يا رب 2014 تبقى احلى ان شاء الله.